إذن مرحبا بكم مشاهدينا إلى فقرة الحوار الأسبوعية، والتي يسعدني أن أستضيف إليها هذا الأسبوع كلا من السيد سليمان العمراني، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، وإلى جانبي أيضا عن صف المعارضة السيدة خديجة الزومي عن الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين. مرحبا بكما. شكرا. إذن دعيني أبدأ معك سيدة خديجة، ما الهدف، ما الغاية من وراء التنسيق الذي بات يجمع فرق المعارضة داخل مجلس المستشارين، وأين سيتجلى هذا التنسيق؟ هل هو فقط من أجل التضييق على الحكومة أم وراءه أهداف ومخطط ومعطيات؟ تفضل سيدة خديجة. أولا التنسيق، وقلنا وقلتم تنسيق بين المعارضة، إذن هو تنسيق طبيعي لم يكن ليثير أي تساؤل. المعارضة لابد أن تكون تتشاور فيما بينها وأن تنسق أوراقها إلى غير ذلك، وهذا يرنو وهذا يؤسس له ويجب أن يؤسس له، لأن الدستور يلح على أن تكون هناك معارضة قوية مبنية على رؤية واضحة. إذن التنسيق هو تنسيق الآن في تقديم جميع المقترحات والتعديلات طبعا، وسيكون كذلك التنسيق على مستوى التصويت، وسيبقى طبعا تنسيقا على ما أظن مسترسلا، لأن لا داعي لأن تكون المعارضة مشتتة ولا داعي لأن تكون الأغلبية مشتتة. فإذا كانت الأغلبية مشتتة فهذا شيء غير طبيعي، وإذا كانت المعارضة كذلك مشتتة فهذا شيء غير طبيعي. المنطق أن يكون هناك انسجام يحكم الأغلبية وانسجام يحكم المعارضة. إذن أنتقل إليك سيد العمراني، ألا يخيفكم، ألا يقلقكم هذا التنسيق الذي بات يجمع فرق المعارضة، أم أن الأمر من ناحية إيجابي، يعني أصبحت المعارضة في تكتل واحد ومخاطبكم واحد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخ أنس، دعني أقول لك في البداية أن عندنا دستور جديد أعطى مكانة للمعارضة في فصله العاشر. لا يمكن أن تصور ممارسة ديمقراطية سليمة وقوية إلا بجناحين، جناح الأغلبية ومع الحكومة، والمعارضة التي نص نفس الفصل على أن تمارس مهامها بكل فعالية وبكل بشكل بناء. في ذلك نحن أي تقارب بين فرق المعارضة لتخرج من الشتت، لتوحد عملها لكي تكون مخاطبا وحيدا للحكومة، لكي تكون قوية في مقترحاتها، هذا لا يمكن إلا أن يكون مرحبا به وإيجابيا. لكن الذي يمكن أن يثير الملاحظة هو بالنسبة لمجلس المستشارين بمناسبة يعني مدارسة القانون المالي 2014، يعني هذا التكتل الذي وقع بين فرق المعارضة يجب أن نستحضر أن الدستور الجديد أعطى منطقة لمجلس المستشارين. نتصور أن مجلس النواب هو المجلس الذي يعكس التمثيلية البرلمانية والديمقراطية، لأنه منتخب من الشعب مباشرة، ومجلس المستشارين هو فضاء للتحكيم لتجويد النصوص التي يحال عليه من مجلس النواب، في ذلك يبصم ببصمته، هذا شيء طبيعي بل مطلوب. لكن يقع التكتل إلى درجة أن يقع التداعي إلى إسقاط القانون أو مشروع القانون في اللجنة المالية، وحال أن الحكومة القانون المالي في علاقتها بها الحكومة تفاعلت مع المعتدلات، هذا يثير الملاحظة. إذا السيدة خديجة الزومي، تساؤلاتي، البعض يقول أن فرق المعارضة هي فرق ضعيفة غير قوية مشتتة، يعني بعدما كانت فقط في المناصب الحكومية الآن في المعارضة دون خبرة، عكس فريق العدالة والتنمية الذي كان في المعارضة، يعني هل هذا صحيح؟ والمثال أن يقول بعد أن هذا التنسيق هو فقط دليل على الشتات، وما المعارضة إلا كلام في كلام دون يعني آليات على أرض الواقع دون مبادرة. الغريب هو أن هناك تتأففون من جميع المعارضات وتقولون هذا كلام في كلام. إذن لابد أن نوحد الرؤية. أولا مجلس المستشارين هو كذلك له انعكاس طبيعي لنتائج الانتخابات الجماعية. إذا لم يكن هناك حزب متواجد في مجلس المستشارين فيعني كان ضعيفا تمثيليا على مستوى الجماعات المحلية والغرف المهنية والنقابات إلى غير ذلك. إذا هذا هو الإشكال. ثم نحن نمر بمرحلة انتقالية، هذه المرحلة الانتقالية تكفل لنا أن نسير بالدستور القديم، هذا ما يعطينا أن نناقش قانون المالية وأن لا نمر إلى أن نكون فضاء للتحكيم كما قلتم كما جاء في الدستور. إذن لا يمكن أن نستعجل ما لم يأتي بعد. ثم كذلك المعارضة في مجلس المستشارين هي معارضة مسؤولة، معارضة مبدعة، معارضة تعطي البدائل. يتجلى إبداعها هو أن جل الأشياء التي تتنبأ بها، وحتى وإن طرحتها المعارضة مثلا بالنسبة للسنة الماضية فقد وقعت. فمثلا حين نقول اقتراض
الحكومة لا تحسن إلا فن الاقتران، فإننا نسجل بأن ما اقترضته الحكومة في السنتين الأخيرتين يوازي ما اقترضته الحكومات السابقة بالنسبة لعشر سنوات. إذن وسياسة طبعا الاقتران هي سياسة يجب أن نتوقف كثيرا قبل أن نغرق البلد وأن نجعله مرهونا بها. هي متماسكة قبل أن أمر إلى السيد سليمان. هي معارضة الآن تنسق استراتيجية. يعني قضيتم مدة طويلة في المقاعد الحكومية. ماشي مقاعد، دابا حنا ماشي مقاعد حكوميه، حنا معارضه. مساله الخبره، مساله التمرس. لا كاين شي واحد عنده يعطي دروسا في المعارضه، هو حزب استقلال وهو الاتحاد الاشتراكي، ولا زالت ذات التاريخ يشهد بمعارضه شرسه لاطر حزبيه. اذا فحزب الاستقلال موقعه الطبيعي في المعارضه، وهو قد خبر المعارضه وخبر الحكومه، وبالتالي هذه هي قوه حزب الاستقلال، وانه يخبر الامرين معا. اخذ منك الكلمه اليك سيد سليمان. يعني فرق المعارضة تقول أنكم تضيقون عليها، هي تقدم بمقترحات، تأتون أنتم بمشاريع قوانين، تقدم بتعديلات على مشروع قانون المالية، تقومون برفضها، لماذا هذا التضييق؟ أستاذ دعني أقول لك، تفضل. لغة المعطيات لا تسعف في الدفاع عن هذا الدفع. يجب أن نقر في المجمل أن هناك منطقان يتدافعان. منطقة الحكومة الجديدة وفاء للقواعد الدستورية القائمة على الحكامة وعلى الإشراك وعلى الشفافية، قامت الحكومة الحالية بمبادرة إيجابية تجاه المعارضة داخل البرلمان في حوارات وطنية بعضها غير مسبوق في تاريخ المغرب، وأشركت المعارضة وكل فئات المجتمع المدني المجتمع بصفة عامة. لكن هذه التحية لم نتلقى عنها تحية أفضل منها أو على الأقل مثلها. يعني كيفت هذا الانفتاح من قبل الحكومة بأنه شعبوية وانتخابوية إلى غير ذلك من الألفاظ. فلذلك الحكومة اليوم عندها إرادة أن تشرك كل الطيف السياسي داخل المجتمع والمدني لكي تكون شريكا في بلورة المقترحات ومشاريع القوانين. الأمر الثاني، الأرقام تدل بأن الحكومة الحالية تفاعلت إيجابا مع تعديلات المعارضة في مجلس البرلمان بالنسبة للتعديلات، والأرقام تدل. إذا شئت سأقدم لك يعني مثال فقط. أعطيني فقط رقم واحد. مثلا قانون المالية 2012 قبلت الحكومة 6 تعديلات مجلس النواب، تحدث عن مجلس النواب. في القانون المالي 2013 32 تعديل، في القانون 2014 11 تعديل، وكذلك في مجلس المستشارين الحكومة قبلت أكثر من 10 تعديلات. هذا تجاوب. أنا سأتي إليك. في حين في الممارسة السابقة لم تكن المعارضة سابقا تحلم بأن تجد مقترحاتها أذنا صاغية عند الحكومة. أما بالنسبة للمقترحات أقول لك، أعطيك مثالا واحدا. مقترح قانون تنظيم تقصي حق في مجلس النواب، تقدم فريقان في الأغلبية بمقترحين، وجاءت الحكومة بمشروع قانون تنظيمي، وكان النقاش مع الحكومة. ولذلك الذي وقع هو أن المعارضة والأغلبية في لجنة العدل والتشريع اتفقت إرادتها على أن تشتغل على النصين وتنتج نصا واحدا، رغم أن الحكومة كان عندها رأي آخر. في ذلك لأول مرة يقع الصفاف الأغلبية مع المعارضة ضد الحكومة. متى كان هذا في الممارسة الديمقراطية السابقة؟ أخذ منك الكلمة سيد سليمان، ونمر إلى نقطة مهمة أخرى وهي المتعلقة بمشروع قانون المالية سيدة خديجة. المشروع الآن موجود داخل الغرفة الثانية من أجل التصويت. هل هذا التنسيق بين فرق المعارضة سيتجلى من خلال التصويت على هذا المشروع عبر إسقاطه؟ أنا لا أفهم لماذا تنسقون التنسيق أو تنسيق المعارضة وفرق المعارضة بإسقاط القانون. ولأنه شيء طبيعي. ليس طبيعيا، لأن المجلس المستشارين دائما عنده أغلبية يعني المعارضة. يعني مصدر الأصالة يصوت من أجل المشروع مثلا وأنتم بالمعارضة أو العكس. المجلس المستشارين دائما عند الأغلبية كاينة عند المعارضة. السنة الماضية راه كانت عند المعارضة الأغلبية ولم يسقط. ولم يكن تنسيق. لا كان تنسيقا بين فرق المعارضة. احنا ما كناش معارضة ديك الساعة، ولكن لحد المعارضة كانت تنسق تنسيقا مكثفا وحتيتا. فأين سيتجلى التنسيق؟ التنسيق سيتجلى في كل القرارات التي يمكن أن نتخذها. أنا لا اليوم التصويت سيكون طبعا كله منسجما، هذا وحدة. ثم هذا منطق الحكومة اللي كيهضر عليه السي العمراني هو منطق سياسي ماشي منطق رقمي ولا منطق ميزانياتي. أنا مثلا أنا كنقول علاش الحكومة الأوراش ديالها غير الأوراش الهيكلية اللي زعما غير النقاش فيها ما تفتحش، مثلا التقاعد، مثلا الضريبه، مثلا محاربه الفساد، مثلا كيفاش غنزولوا الريع وبطريقه هادئه
وذكيه، ثم كذلك مورش واحد اللي فتحوه وهو إصلاح العدالة. هناك احتجاجات وهناك رفض، ولكن هناك عمل جدي للحكومة في هذا الموضوع، رغم أن هناك من يرفض من المحامين ومن القضاة ومن الموثقين ومن جميع الأصناف والأطياف التي تدخل في هذه الحلقة. ولكن نبقى نقول دائما أن الحكومة تتحدث عن إصلاح التقاعد. أنا أتحدى الحكومة أن تعطيني سطرا واحدا تتحدث فيه عن صناديق التقاعد وإصلاحاتها داخل الميزانية. إذن لا يمكن أن ندبر ملفات كبرى خارج الميزانية. إذن هذا ما نعيبه على الحكومة. يعني مع هذه الأمور السلبية سيسقط لا الحال؟ أنا لا أقول هناك أنا أقول كل نص يناقش وهو الآن ملكية شيع يناقش قانون المالية ليس مقدسا، يجب كفريق أن يناقش. أنتم كفريق استقلال مثلا اخترتم أنكم ستصوتون ضد هذا المشروع، هل مثلا فرق المعارضة المتبقية ستذهب معكم في هذا الطرح؟ نعم أو لا؟ سنتقدم بمجموعة من التعديلات إن تفهمت الحكومة أننا نريد أن نكون معارضة طرح بدائل وتشاركية وتنزيل صحيح للدستور، طبعا سنتفاعل إيجابيا، فأنا سنكون محرجين لأن نتفاعل إيجابيا. ولكن إذا رفضت ما فيه مصلحة الوطن أو مصلحة السياسات الكبيرة لوطننا الحبيب، فطبعا سنصوت ضد. إذن هناك نوع من الأخذ والرد. إذن يجب على الحكومة أولا أن تتقبل وأن تكون قابلة ومستوعبة أنها يجب أن تتعامل معنا بشكل آخر. أخذ إليك الكلمة السيد العمراني، سأترك لك فرصة يعني التعقيب على مقالته الزميلة ومقالته السيدة خديجة. فقط أضيف سؤال، هل أنتم متخوفون من إسقاط يعني مشروع قانون المالية بالغرفة الثانية مع كل هذه النقاط السلبية التي طرحتها النائبة؟ سبق لي أن قلت الحكومة الحالية متفائلة إيجابيا مع تعديلات المعارضة بخصوص قوانين المالية في المجلسين، وكذلك بالنسبة لمسائل القوانين بصفة عامة. لكن من المؤسف أن أقول أن بعض مكونات المعارضة خطابها يفي أنها لا يعجب والعجب ولا الصم في الرجب. الحكومة دعت قبل أيام قليلة النقابة إلى حوار وطني حول أصلاح أنظمة التقاعد، فقطعت كل النقابة تقريبا هذا الحوار. الحكومة تتهيأ السنة المقبلة لفتح هذا الورش لإصلاح أنظمة التقاعد. ضريبة كان هناك مناظرة وطنية مشهود بها وحضرتها كل الفعاليات وكانت مدعوة لها لإصلاح الجبائي. الحكومة أطلقت مسار ديال محاربة الريع بالخطوات الأولى الضرورية، لكن لن نجد من قبل المعارضة عموما إلا خطاب التبخيس والتهوين، في حين أن مسار يعني محاربة الفساد هو مسار طويل جدا في حال إسقاط القانون. نحن لا يضيرنا أن تقوم المعارضة في مجلس المستشار بدورها وأن يعني تتوجه إلى تجويد النص المعروض عليها، والحكومة تتجاوب باستمرار مع الأمور الجوهرية حتى إذا سقط فسيعود القانون يعني المالية إلى مجلس النواب الذي له الكلمة الأخيرة في الموضوع بمقتضى الدستور، باعتبار أن مجلس النواب كما قلت هو مجلس منبثق عن إرادة الشعب، في ذلك هو الذي يعبر بطريقة مباشرة عن إرادة الشعب والذي له الكلمة الأخيرة في الموضوع. أنا أنتقل إليك فقط السيدة خديجة، البعض يقول لك ما هذه الغرفة الثانية يعني مختلة ليست في توافق مثلا مع الدستور، تجديد ثلث لم تتم هذه العملية، فكيف تنسقون في هذا الوضع المختل وأنتم أصلا لم تنظموا أنفسكم؟ قبل أن أتحدث عن المختل لابد أن أصوغ ما هو مختل. لا أنا مختل يعني أولا الحكومة فكرة. إذا كانت إيجابية لماذا ترفض التعامل مع ما حضر معطلين؟ شنو المشكل؟ ديروا استثناء، شنو المشكل؟ هذا اللي نديروا عليه حنا المحكمه وداك الشيء. اذا هذا مثل بسيط، الحكومه كتقول لك حاربت الريع، كرست الريع، وصلت هذه الافكار كرست الريع، ما نبقاوش نهضروا ونتزايدوا على بعضنا، كل شيء كيعرف شنو كاين. اذا تكرس الريع، ثم كذلك احنا نعيش مرحله انتقاليه ولسنا في خلل دستوري، والاحكام الانتقاليه ساريه المفعول. تجديد الثلث لا تسرع على الاحكام الانتقاليه، ما يمكنش تجدد الثلث وانت في مرحله انتقاليه. يعني باش نكونوا واضحين، عندما نقول مرحله انتقاليه ننتظر قوانين لإجراء انتخابات الجماعات المحلية، وهذا شيء لا يرجع إلى الغرفة الثانية، بل يرجع إلى طبعا السياسة والقوة الاقتراحية للحكومة اللي كنجيب هذه القوانين وديرهم. حنا ماش كنجيبوا والو، لأنه واخا كنعطيو شي حاجة للحكومة ما كتشدهاش. إذا ثم غادي نمشيو للقضية ديال
كتكرر الاخ جوج مرات بان الغرفه الاولى منبثقه من اراده الشعب، وانا اقول مباشره ونحن يعني نقول مفتوح للنقاش بيننا، ولكن كذلك ولكن كذلك نحن كذلك منبثقين عن الشعب بطريقه غير مباشره. لم اقل العكس، لا بلاتي اما بالنقابات الذين وصلوا الى هذه الغرفه فانهم الكل يجمع على ان انقى انتخابات كاينه هي ديال لوائح النقابيه، وقد لا يجادل احد في هذا التمثيليه. يمكن نقشوا في كيفيات انتخاب، ولكن المنتخبين لا يمكن ان ينعتهم اي احد، وبالتالي فنحن نمثل شريحه كبيره من الموظفين ومن العمال، ما لا تمثلوه انتم مباشره. كفى سيدة زومي، نحن نحترم تمثيلتنا في المجتمع. مجلس المستشارين تكوينه لا غبار عليه، لكن هناك نقاش اليوم مهم جدا ودستوري، وهو إلى متى سيظل هذا الوضع الانتقالي يستمر في الزمن، والحال أنه الوضع الانتقالي دائما محكوم بظرفية زمنية محددة. في ذلك الحكومة فعلا كان عليها أن تجري انتخابات، أنتم الحكومة سبق لأوانها، لولا أن من 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 من, من الجهات التي عرقلت إجراء الحكومة هو حزب استقلال عندما كان شاركا في الحكومة. عرقلتم؟ نعم. كيف عرقل؟ كيف لم يكونوا موافقين متفقين على أن نجري انتخابات سابقة لأوانها؟ حزب استقلال لم يعد الآن هذا الأمر أول. الأمر الثاني محضر معطلين، يجب أن نقول الحق كما هي. تفضل. الحكومة عبرت على لسان رئيسها بإرادتها في تطبيق حكم قضائي نهائي يخص المعطلين. الحال أن الحكم ما زال في مساره القضائي، اجتاز الغرفة يعني المرحلة الأولى، الآن هناك استئناف أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية، عندما يكتسب قوة الشيء المقضي به سوف تنفذ الحكومة هذا القرار، لأن هذا التزام سياسي وقانوني. في ذلك يجب أن نقول الأمور كما هي. صف فقط جملة لأني سأختم هذه الفقرة وأربطها لي فقط بالنظام الخاص بالمعارضة البرلمانية الذي تحدث عنه الخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية. قبل ذلك وأختم جملتين، أنا أقول كذلك حزب الاستقلال عندما انسحب من الحكومة لأن هناك لوبيات ضد إصلاح مجموعة من القوانين. من هي هذه اللوبيات؟ سميها لي. من هي؟ هناك عدم تجاوب العدالة والتنمية مع كل المعطيات التي يطرحها حزب الاستقلال. هناك شيء، هناك تماهي ما بين فكر الحزب الأغلبي والأغلبية. إذن فاللي أمين عام ديال شي حزب راه ماشي هو أمين عام ديال الأغلبية. لأختم الفقرة جملة كذلك، المغاربة يعلمون ثم كذلك المعطيات لماذا خرج حزب الاستقلال إلى المعارضة، يعلمون السياق والخلفيات. في ذلك لا يجب ان نلبس على المغاربه. اذا كفى اذا اشكركم. هذا كان تصويتا في المجلس الوطني وصلت الخروج. كان الامين العام حزب الاستقلال يمارس المعارضه داخل يعني داخل الحكومه، رجل في المعارضه ورجل في اشكرك السيد سليمان العمراني عن فارق العداله والتنميه على تلبيه الدعوه مشكورا، وعلى المعطيات التي تقدمت بها. الشكر موصول أيضا إلى السيدة خديجة الزومي عن الفريق الاستقلالي وعن معطياتنا. والهدف في الأول والأخير هو المواطن أن يستفيد، أن يتلقى معلومات ويعرف ما يجري داخل هذه الغرفة، سواء أنتم في المعارضة وأنتم في الأغلبية، لأن الأساس هو خدمة هذا المواطن وهذا الشعب.